السلام عليكم. دي تسمية الليارات زي ما ورد في الـ AIA، وده مهم جدا لأن احنا لما نصدر شغلنا من أي برنامج من برامج البيم للأوتوكاد. طب ليه احنا بنصدر الأوتوكاد؟ لأن ممكن يكون الناس اللي هتراجع على الشغل ما عندهاش برنامج البيم فعايزة تفتحه على الأوتوكاد، فاحنا بنصدره أوتوكاد وبي دي اف أو دي دبليو اف على أساس أي حد يقدر يشوفه ويراجعه أو يقف عليه يكتب كومنتات. فسهل جدا ان احنا نظبط موضوع الليرات، تمام. وممكن تغير عن كده بس يكون بالاتفاق مع الشركه كلها، يعني ما ينفعش واحد يغير لوحده، لازم الشركه كلها تاخد قرار ان احنا هننتقل اللون دوت او هنخفف اللون دوت. لذلك موضوع تعديل الالوان والليرات بيأثر على المشروع كله، ما بقاش على حاجه لوحدها، ما بقاش قسم لوحده. الاركتكشر هياخد حرف الايه، تمام. اول ما تشوف حرف الايه تعرف ان ده معماري، وبعد كده شرطه، وبعد كده بقى حسب لو هو سيلينج هتكتب ايه شرطة سيلينج، لو هو سيلينج جريد هتكتب ايه شرطة سيلينج شرطة جريد. هياخد اللون اليلو، السمك او التخانة بتاعة اللون ديت، كل ما يكون الرقم صغير كل ما يكون اللون خفيف، كل ما الرقم يكبر ده معناه ان اللون هيبقى غامق وتقيل، تمام. ده حرف الايه اللي هو الاركتكشر. وبعد كده ندخل بقى في سيفل، سي شرطة، وبعد كده بي ال دي جي تعرف ان ده بيلدينج فوت برينت، سي او ام ام تعرف ان ده سايت كوميونيكيشن، وهكذا. وبعد كده الكتريكال هياخد حرف الاي، كل قسم هيبدأ بأول حرف وبعد كده شرطة، وبعد كده حسب اللير نفسها. ممكن تلاقي حد بقى كاتب مثلا ده كاتبها وول، واحد كاتبها وول وولز، واحد كاتبها دبليو ال. فلذلك لازم نلتزم بالحاجات دي على اساس ما نفوجئش بان احنا عندنا ليارات كتيره لنفس الحاجه.